السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب دور نجوم قطر، ترتيب الدوري القطري وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 18/1/2022 18 يناير 2022. متابعين الكرام، مع أو في الجولة الـ15، جولة 15 من الدوري القطري. اليوم السد فاز على الشمال 5-1، أحرز هدف السد أكرم عفيف في الدقيقة 40، رودريجو تبادل في الدقيقة 64، علي أسد الله في الدقيقة 63، حسن الهيدوس في الدقيقة 68، ومصطفى مشعل في الدقيقة 79. هدف الشمال عن طريق معاذ السليمي في الدقيقة 32. الخور تعادل أمام الريان 0-0. أم صلال فاز على الغرافة 3-1، أحرز هدف أم صلال. عبد الرحمن الرشيدي في الدقيقة 39، عادل علوي في الدقيقة 58، وأيمن حسين من ضربة جزاء في الدقيقة 69. هدف الغرافة عن طريق شيخ دياباتي في الدقيقة 29. طبعا الكرام، الجولة بدأت أمس الاثنين الموافق 17/1/2022. العربي خسر من قطر 1-2، الاهلي خسر من الوكرة 1-3، السليه تعادل امام الدحيل 1-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري القطري في المركز الاول السد ب 34 نقطة، الدحيل المركز الثاني ب 33 نقطة، الوكرة في المركز الثالث ب 25 نقطة، الغرافة في المركز الرابع ب 23 نقطة، العرب المركز الخامس ب 23 نقطة، ومصلون المركز السادس ب 22 نقطة، الريان المركز السابع ب 16 نقطة، قطر المركز الثامن ب 16 نقطة، الأهلي المركز التاسع ب 16 نقطة، الشمال المركز العاشر ب 13 نقطة، الخور المركز الحادي عشر ب 10 نقاط، والسلية المركز الثاني عشر والأخير ب 6 نقاط. نادي السد مؤجل له 3 مباريات، ونادي الوكرة مؤجل له مباراة، ونادي الريان مؤجل له مباراة، ونادي قطر أيضا مؤجل له مباراة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين في المركز الأول مايكل أولونغا لاعب الدحيل ب 17 هدف، المركز الثاني بغداد بونجاح لاعب السد ب 11 هدف، المركز الثالث اندريا ايو لاعب السد ب9 اهداف، وايمن حسين لاعب ام صلال، والمركز الرابع جيلسون لاعب الوكره ب7 اهداف، وشيخ ديابات لاعب الغرافه، والمركز الخامس اكرم عفيف لاعب السد ب6 اهداف، ومحمد بنيطو لاعب الوكره، وسبستيان سوريا لاعب قطر، وخيسوس ميدينا لاعب الشمال، والمركز السادس المعز على لاعب الدحيل ب5 اهداف، وحسن يدوس لاعب السد، وياسين بخيت لاعب ام صلال، ويوهان بولي لاعب الريان. خلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. متصدر صناعة الأهداف اللاعب أكرم عفيف لاعب السد صنع 10 أهداف، المركز الثاني المعز على لاعب الدحيل صنع 6 أهداف، المركز الثالث جابرييل بريس لاعب الغرفة صنع 5 أهداف، وحسن الهيدوس لاعب السد، وإسماعيل محمد لاعب الدحيل، وسفيان هاني لاعب الغرفة، والمركز الرابع صنع 4 أهداف، بغداد بنجاح لاعب السد، وجيمس رودريغيز لاعب الريان، وخيسوس مدينة لاعب الشمال، ودريجو تبات لاعب السد، وياسين البخيت لاعب مصر. اشتركوا في القناة على زر الجرس، اعملوا لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.